واحد من اللاعبين ايضا اللي كانوا موجودين مع منتخب الشباب لكنه ما لعبش كاس عالم. تتلعب الكره على طول محمود عزيز، عزيز دخل بالمنطقه يلعب العرضيه في منتهى الخطوره والكره على طول يسند كده في بطن رجله لرضا الويشي ويغير اتجاهها وتسكن الشباك. هدف للمقاولين العرب، هدف للمقاولين العرب. رضا الويشي لسه مع الدقيقه كام؟ مع الدقيقه الرابعه من زمن الشوط الاول. رضا الويشي يدخل على طول ويسجل اول اهداف اللقاء، يتقدم به المقاولون العرب على انبي في الدقيقه الرابعه وعلى ملعب انبي. محمود عزيز دخل من ناحيه الشمال بشكل كويس جدا وفرق واتعمل العرضيه جميله، سند كده وغير اتجاهها رضا الويشي عشان تخبط في علي لطفي وتسكن الشباك. تاني مره واتنين بنشوف اللعبه. هدف اول لفريق المقاولين العرب. العزيز توفيق دفع ياخد منها ركله حره لفريق انبي، اتلعبت بسرعه ديفونيه التصويبه وهدف التعادل. هدف التعادل ديفونيه ينزل في الشوط الثاني عشان يتعادل لفريق انبي. الضغط اللي عامله فريق انبي المتواصل، تصويبه قويه ارضيه تسكن شباك العقباوي يسجل منها هدف التعادل ديفونيه اللي نزل في الشوط الثاني على حساب اسلام عوض. تاني بنشوف اللعبه تعمل بند الكوره كده وتهز الشباك، شباك العقباوي بعد ضغط متواصل عامله فريق انبي. ديفوني هدف الرابع مع فريق انبي هذا الموسم. اعلن عن 4 دقائق وقت محتسب بدل ضاع. داخل عبد العزيز يلعب الضربه الركنيه عاليه مستني ديفوني بالراس ديفوني ورؤوف احمد رؤوف يسجل هدف التقدم. هدف التقدم لانبي بعد راسيه ديفوني تنزل الكوره يدخل على طول ويسكنها الشباك احمد رؤوف. هدف التقدم لانبي بعد ما كان متاخر بهدف، انبي يستطيع تسجيل هدفين عشان يتقدم حتى الان 2-1. احمد رؤوف هدفه الثالث لانبي هذا الموسم. احمد رؤوف والهداف هو زيكا جوري برصيد 5 اهداف. 2-1 تقدم لانبي. ادي عبد العزيز توفيق، ادي راسيه ديفونيه، ادي قدم احمد رؤوف يهز بيها شباك العقباوي للمره الثانيه. لكن ديفونيه عامل مشترك في الهدفين، في الهدف الاول تصويبه مباشره وفي الثانيه بالراس الرؤوف يدخل رؤوف.